السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بخدام الحسين وأحباب الحسين وزوار الحسين في موكبهم موكب الأيام الذي يحمل شعار ونصرتي لكم معدة. هذا اليوم نتحدث عن بداية رحلة الحسين عليه السلام وبداية قدومه إلى كربلاء الإباء، بداية قدوم أبي عبد الله، حيث أن الناس هم من استجلبوا الحسين وطلبوا إليه أن اقدم يا ابن رسول الله، إن لك جنود مجندة. لماذا الأمة انقلبت على الحسين؟ لماذا خانت العهد والبيعة؟ ما هي الظروف الموضوعية التي أحاطت بالأمة كي تنقلب الأمة على الإمام الحسين؟ هذا ما سنبحثه في هذه الحلقة بصحبة سماحة العلامة الشيخ جلال الدين الصغير. إذن أجمل ترحيب بكم وحياكم الله وعظم الله أجوركم، وكذلك الترحيب موصول بضيفي سماحة الشيخ، حياكم الله شيخنا، أهلا وسهلا ومرحبا وعظم الله لنا ولكم الأجر. عظم الله لنا ولكم الأجر. في بداية هذه الحلقة، الحسين أقبل إلى كربلاء بعد طلب الأمة منه أن يقبل، ما هذا الانقلاب بعد ذاك الطلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لا بد من الإشارة إلى أننا حينما نعود إلى التاريخ لا نريد أن نغير مجريات التاريخ، ولا نريد أن نجتر التاريخ لمجرد أن نعرف قصصه أو ما إلى ذلك، وإنما الهدف من ذلك هو استخلاص العبر والعظات التي تنفعنا في أن لا تتكرر الأخطاء، وتنفعنا أيضا في النظر إلى تجربة الآخرين لكي نستفيد مما حققوه من إنجاز، أو لكي نحذر من الأخطاء والعقبات التي أحاطت بأعمالهم. وبالنتيجة كل الهدف هو أن نتجه إلى واقع أكثر سلامة في التعامل مع السنن الموضوعية للحركات الاجتماعية وكل ما يتفاعل به المجتمع. حينما ننظر إلى واقعة كربلاء في خلفياتها الاجتماعية، لابد من أن نقف عند عتبة ما فعله الأمويون في تلك الفترة قبل مجيء الإمام الحسين عليه السلام. ماذا أنتجوا للذاكرة الشعبية من أفعال، من مجازر، من قمع، من عنف، خاصة بالنسبة لأهل العراق، إذ خصهم بنو أمية بتعامل خاص سلطوا عليهم أشد مجرميهم فتكا وشراسة. وبالنتيجة ما جرى في عهد زياد ابن أبي وما جرى خلال كل هذه الفترة من ملاحقة ومن مجازر بحق أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كحجر ابن عدي أو رشيد الهجري أو كميل ابن زياد أو ما إلى ذلك من الأصحاب، وصولا إلى ما فعله عبيد الله ابن زياد قبل هذه الفترة وما جرى في شأنه مع ميثم التمار وبقية الأصحاب الذين طالتهم مجازر هؤلاء المجرمين. في كل هذه الأحوال اختزن الواقع الاجتماعي صورة هذا العنف، وبدأ يصدق ما تقوله ماكينة الإشاعة في هذا المجال، لأنهم سبق لهم أن رأوا مصادق لي مثل هذه الأمور، أحسوا بطغيان الأمويين، لكن كانوا في تناقض ما بين أمرين، ما بين من يريد أن يتخلص وهو يشعر بوجود عوامل متعددة في داخله، قسم منها ترتبط بالحالة التأثيم الاجتماعي أنه جرى من قبل ذلك خذلان لأمير المؤمنين وللإمام الحسن عليه السلام، وتمادي في نفس الوقت في السكوت عن مظالم بني أمية التي اجترحوها بحق هؤلاء. هذه المظالم أيضا لم تكن ذات أبعاد جنائية فحسب، وإنما كانت المظالم الاقتصادية، حرمانهم من العطاءات أو ما إلى ذلك، كلها
أوجدت عناصر متعددة في أذهان هؤلاء كي يحذروا من الفعل القادم، أو كي يعني ينتبهوا إلى طبيعة تصرفات القمع الذي سبق لهم أن رأوا نماذج منه. يمكن ما بين عفوا شيخنا، يمكن هذا اللاعب الأساسي اللي خلى بني أمية أو خلى العراقيين فيما بعد أو أهل الكوفة على نحو التحديد ينقلبون فيما بعد بالنتيجة، خوفهم من الطغاة بالنتيجة المتعاقبين. من يمسك بدائرة القوة في المجتمع إما عوامل المال وإما عوامل الخداع والتجهيل التي يمكن أن تبث من خلال الإشاعة والأكاذيب التي تنطلق في هذا المجال، وإما في حالة التخلف الاجتماعي عن إدراك السنن التي تحرك الأشياء. يعني الآن أنت تطلب الخلاص ولكنك لا تتحرك من أجل الخلاص، الخلاص لا يتحقق لمجرد أنك تريده، لكن إن أردته وعملت له وارتقيت إلى استحقاقاته ستصل أو ستساعد الآخرين على الوصول، ستبذر البذرة التي تهيئ لعملية الوصول. لذلك كان هناك في الواقع الاجتماعي مثل هذا الخزين في مقابل ما كان يدركه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بين أن يكون ملبيا لدعوة هو يعرف سلفا بأن الخذلان هو أحد العوامل الرئيسية التي سوف تجابهه، وما بين منع التاريخ من أن يتحدث بأن الناس أرادوا نصرة الإمام ولكنه لم يلبي لهم هذه الحقيقة. شيخنا، هذا السؤال الذي يقدح في أذهان الجميع، أنه إذا كان الحسين يعرف أن العراقيين كما وصفهم عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر أنه أهل غدر وسوف تقدم وسيصنع بك كما صنع بأبيك علي وكما صنع بالحسن، لماذا أقدم؟ أنا أعترض على كلمة العراقيين هنا، يعني الكوفة آنذاك، الكوفة آنذاك هي خليط، هي مجتمع لجند يأتون من بلدان متعددة حينما لم تكن حاضرة مستقرة للواقع الاجتماعي إلا اللهم في حدود معينة، أما الوافدين إليها كونها هي معسكر الجند كانوا يفدون إليها من بلدان كثيرة ويستقرون انتظارا ل ما يمكن أن يأتيهم من هدايا الغزو أو هدايا الحروب أو ما إلى من سبي وما غنائم وما إلى ذلك. لذلك من المصادرة حقيقة أن يقال أن هؤلاء هم العراقيون، مع أن عدد العراقيين مع الحسين عليه السلام لم يكن قليلا، لكننا هنا لسنا في صدد وطن أو ما إلى ذلك، وإنما في صدد ثورة لم تكن للهوية، تعرف عرقا ولونا وعمرا، لم تكن هوية وطن. الأرض والمكان وما إلى ذلك تمثل لها شيئا بقدر ما كان المبدأ والعقيدة هو الأساس. أيما يكون هنا الحسين عليه السلام لا شك أنه حينما قال شاء الله أن يراني قتيلا أو شهيدا، هذه المسألة تعبر عن وعيه لطبيعة الظرف الذي يقدم عليه، وأكثر من ذلك أنه حينما قيل تم تحديثه من قبل العبادلة الثلاثة بأن إذا كنت عازم على الخروج لماذا تأخذ معك النساء، أشار إلى طبيعة ما ينتظر هؤلاء النساء من أنه شاء الله يراهن سبايا. ولذلك هنا السؤال يجب أن نحوره إلى شيء آخر، لماذا أصر الحسين عليه السلام أن يخوض هذه المعركة ب هذه الاحتمالات؟ يعني هو لم يحتمل النصر المؤزر لكنه أراد أن يلقي الحج على الآخرين حتى لا يقال بأن 80,000 كتاب وصلت إلى الإمام الحسين بالنصرة وهو خذل هذه الأمة ولم يطلبها. قبل أمير المؤمنين كان يقول ذلك وخذلوه بالفعل، وكان الإمام الحسن يقول ذلك وخذلوه بالفعل. أما الحسين عليه السلام لا يمكن أن يكتفي بالتجربة التاريخية لوحدها، لا بد من أن يمارس عملية إلقاء الحجة، وهو يرى ما سبق ما سنعرفه لاحقا
مما رأته الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها حينما قالت لعبيد الله بن زياد عليه لعن الله حينما سألها كيف رأيت صنع الله بك وبأخيك الحسين قالت ما رأيت إلا جميل ما الذي رأته؟ هي رأت قتلى ومجزرين وحالة من حالات الحقد والغاضب الذي لا يمكن أن يفسر بأي معيار بشري. ما رأته لم يكن صورة جميلة كما في الظاهر، لكن هي حينما رأت طبيعة تأثير الدماء وطبيعة تأثير التضحية وطبيعة دروس الفدائية التي تجلت في داخل معركة كربلاء، رأت المستقبل بعين ما حصل في ذلك اليوم. أنا أعتقد أن الحسين صوب نظره إلى هذه القضية، وأنا أعتقد يعني جازما بأن حركة الإمام الحسين عليه السلام هي امتداد لما سبق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قال لأمير المؤمنين: يا علي، ستغدر بك الأمة من بعدي، فإن وجدت عليهم أعوانا فقاتلهم أو ناجزهم أو جاهدهم، وإن لم تجد فاصبر حتى تجد أعوانا. الحديث دوما كان عن ذلك الفرج الذي طرحه الله سبحانه وتعالى حينما قال: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم نعمتي ورضيت لكم أتممت عليكم نعمتي وأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. القصة هي هذه عند الإمام الحسن، كانت هي هذه القصة. وحينما طرح الإمام الحسين عليه السلام: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أين مكمن الخطأ في أمة جدي؟ من أين انطلق؟ انطلق من ذلك اليوم الذي تخلفت هذه الأمة عن عملية تيئيس الذين كفروا. لذلك حينما وجد أن الخيار هو أن يضحي من أجل أن يذكر بذلك اليوم وباستحقاقات ذلك اليوم، كان عليه أن يقدم التضحية بهذا المقدار الذي حصل. وقد ورد في بعض الروايات إن لم تخني الذاكرة بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام دخل على زوجه أم سلمة رحمة الله عليها وقال لها: لا تدخلي أحدا إلى البيت. ينقل الشيخ الوحيد الخراساني أدام الله عزه وحفظه الله تعالى، يقول بأن أم سلمة حينما دخل الرسول صلى الله عليه وآله قالت بأن الحسين عليه السلام أقبل، وسألها عن جده فقالت له إنه يرتاح، وقال بأن لا يدخل عليه أحد. تقول: انشغلت وإذا بأسمع بنشيج رسول الله وبنحيبه بصوت عالي، دخلت مذهولا ما الذي يبكي الرسول، وإذا به وجدته قد اعتنق الحسين عليه السلام ويقبله بأبي وأمي من منحره ويقول له، تسأله: ما الذي حصل؟ يقول لها: إن الجليل الأعلى قد أرسل جبرائيل عليه السلام، وهذا جبرائيل يبلغني بأن ولدي هذا مذبوح من الوريد إلى الوريد. أم سلمة هنا تقول وبعقلية الإنسان التي لا ترى ما بعد الحدث، ترى تخشى من الصورة الأولى للحدث، قالت له: أولا تسأل الله؟ أنت مجاب الدعوة والله سبحانه وتعالى لا يرد لك دعاء. فقال لها: أو تحسبين أني لم أفعل؟ ولكن قيل لي، وهذا هو المهم، أن للحسين درجة لا ينالها إلا بالشهادة. لذلك هذا المقدار من الاستشهاد وبهذه الكيفية، أنا أعتقد أنه كان من تخطيط الحسين سلفا. نعم، الفعل كان بأيدي المجرمين، ولكن هو أوقعهم في فخ استراتيجي. هذا هو الذي يفسر الآن لماذا بقيت الثورة الحسينية حاضرة ليومنا. سمحت الشيخ، السيد محمد باقر الصدر له التفاتة لطيفة جدا، يتحدث عن الأمة التي لا تعلم والأمة المسلوبة الإرادة،
ويقول الأمة في زمان الحسين عليه السلام كانت أمة مسلوبة الإرادة، وحتى تستيقظ وترجع إلى إرادتها ينبغي أن تقدم تضحية كبرى كي تستيقظ الأمة، فلذلك الحسين عليه السلام أقدم هذا الإقدام على أن يضحي بنفسه الشريفة. لا شك ولا ريب أن ما قاله قدس الله روحه الزكية هو عين الصواب، لكن هناك عوامل متعددة لا يمكن أن نعزي الأمر إلى عامل واحد. كيف سلبت هذه الإرادة؟ لا يمكن أن نقول بأن العنصر الفلاني هو لوحده، ونعم الجهل يلعب دورا. أنا أعتقد واحدة من مصادر الجهل هنا أن الأمة التي أرادت الإنقاذ وأرادت التخلص من بني أمية لم تكن في مستوى التعامل مع استحقاقات هذا التخلص، لذلك حينما جاءت إجراءات القمع وفي بدايتها كان يمكن التخلص منها. في البداية لم يكن هناك جمع كبير من جيش بني أمية، بل بعض المؤرخين ربما يشير إلى أعداد قليلة جدا هي التي تبقت لعبيد الله ابن زياد. ولكن حينما حرك عجلة الإشاعة وحرك عجلة الإغراء وحرك عجلة التهويل، عند ذلك بدأوا يستسلمون الواحد من بعد الآخر. أنا هنا أشير إلى طبيعة ما جرى مع شبث ابن ربعي، وهو أحد المسؤولين عن قتل الحسين عليه السلام، وأيضا هو أحد كبار الذين تكاتبوا مع الإمام الحسين عليه السلام، يعني من المنقلبين على الحسين. هو الرجل كان موجودا في صفين مع الذين قاتلوا عامر معاوية، لكنه حينما أرسل إليه عبيد الله ابن زياد قال لرسول عبيد الله ابن زياد قال له إني مريض، قل له إني مريض. فذهب المرسال وإذا بعبيد الله يقول له هل كان مريضا أم متمارضا. هذه الكلمة لوحدها جعلت شبث ابن ربعي حينما وصلته الرسالة جعلته يسارع إلى عبيد الله ابن زياد، لأنه فهم كلمة التمارض ماذا تعني وما هي استحقاقات هذه الكلمة. ما أن دخل حتى خرج وهو يحمل أحد الرايات التي قتلت الإمام الحسين. يريدون يشتهون أمرا ولكنهم ليسوا بأهلية ومستوى أن يتحملوا مسؤولية هذا الذي يريدون. جيد شيخ، الحديث الشهير الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعد. هناك قراءة أخرى لهذا الحديث، إن قاما وإن قعد، أي أجبرا على القعود، أي أن الظرف الموضوع هو الذي أجبرهما على القعود. هنا هل تعتقد بأن الإمام الحسين عليه السلام رأى أن يقوم بدوره الذي هو دور أبيه ودور أخيه وأجداده، بل هو دور الأنبياء أن يقوم ما أن تتحين له الفرصة؟ مسألة يعني توفير إمكانات العمل مسألة موضوعية، ولذلك حينما تفتقر المجموعة العاملة إلى الإمكانات عندئذ لا يوجد لديها خيار إلا الصبر. يعني ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وآله في بداية الإسلام أنه أوذي وعذب أصحابه، ولكن كانوا يطلبون منه أن يأذن لهم بالقتال، ماذا كان يأمرهم؟ يأمرهم بالصبر والتحمل. هل نسمي ذلك قعودا أم نسمي ذلك انتظارا لفرصة تعد فيها الإمكانات ويزداد الاقتدار بالشكل الذي يمكن للأمة حينما تقاتل وتحقق الإنجاز الذي تريده. لذلك الإمام الحسين عليه السلام حينما خرج الإمام أمير المؤمنين مقاتلا خرج معه، حينما خرج الإمام الحسن عليه السلام مقاتلا أيضا خرج معه، حينما هادن الإمام الحسن نتيجة لظروف الخذلان التي حصلت ونتيجة لرغبته في التمهيد لقيام أخيه الإمام الحسين أيضا قبل بما أقبل عليه الإمام الحسن عليه السلام. لذلك لا يمكن لنا أن نقول بأن الإمام الحسن قعد لرغبة القعود
أو هذه القراءة أنا حقيقة لا أألف لها يعني نصا في كتبنا، لكن بشكل طبيعي مسألة الإعداد إن لم تكتمل عند ذلك لا بد من النظر إلى الأمور بطريقة ما أشار إليه الرسول لأمير المؤمنين: إن وجدت أعوانا فقاتل، وإن لم تجد أعوانا فاصبر حتى تجد أعوانا. بمعنى أنك حين القعود لا تعني أن يجلس، وإنما عليه أن يعمد إلى الأساليب التي تنشئ أعوانا، توجد أعوانا ومناصرين. لذلك في تحليلي لحراك الإمام الحسن في صلحه صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن الصلح هو مبتغاه بقدر ما أراد فرصة يتم فيها تنجيز الأرضية وتمهيد الأرضية لثورة الإمام الحسين عليه السلام، وأعتقد أنه وفق في هذه القضية على أقل التقادير ضمن معيار الشرعية السياسية آنذاك، وضمن معيار إلقاء الحجة، وضمن معيار الحفر في أسس التاريخ، بحيث أن هذه القضية لو اشتعلت لن تطفأ من بعد ذلك أبدا. جيد شيخ، إذن نفهم هناك مما تقدم، طبعا هناك مجموعة عوامل هي التي أدت إلى أن المجتمع يطلب من الحسين أن يقدم، وهناك مجموعة عوامل أخرى هي التي جعلت الأمة تنقلب على الحسين فيما بعد. هناك عوامل أحب أن أركز عليها أكثر: عامل ما يعرف اليوم بالعقل الجمعي، عامل ما يعرف اليوم بالإعلام أو الإشاعة، والقضية الأخرى التي إن شاء الله يعني نبحثها في فصل من فصول هذا البرنامج هي استجلاب فكرة الحسين لزماننا المعاصر. نبحث هذا الموضوع إن شاء الله، ولكن بعد أن نذهب سماحة الشيخ وإياكم إلى فاصل قصير، ونعود نشاهد أيضا في الفاصل مقطع من مقاطع هذا البرنامج المبارك، ونعود لنواصل الحديث باستجلاب القضية الحسينية إلى حاضرنا. أحبتي المشاهدين، أذهب وإياكم إلى فاصل وأعود، ابقوا معي. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، ما دج الليل وغسق وأضاء النهار وأشرق. صلى الله عليك وعلى أصحابك وأبنائك، صلى الله عليك وعلى زينبك وعباسك. أحبتي المشاهدين، نواصل هذه الحلقة، حلقة قدوم الحسين عليه السلام إلى كربلاء. قلنا قبل الفاصل هناك ظروف أحاطت بالحسين عليه السلام، نريد أن نبحث في هذه المقطع من هذه الحلقة العقل الجمعي، ما يعرف اليوم بالعقل الجمعي، وتأثيره على القضية الحسينية وانقلاب الأمة على الحسين عليه السلام، لأن هذا الموضوع يحاكي الواقع اليوم، كذلك تأثير ما يعرف اليوم بالإعلام وما كان يعرف سابقا بالإشاعة. وسنبحث إذا ظهر حسين زماننا فأين سنكون، وما هو الضامن أن لا ننقلب على حسين زماننا. هذا ما سنبحثه مع سماحة الشيخ جلال الدين الصغير. أجمل ترحيب، وأكرر لكم التعازي، وأكرر الترحيب بكم سماحة الشيخ والتعازي لكم. سماحة الشيخ، العقل الجمعي وتأثيره على انقلاب الأمة على الإمام الحسين. أولا علينا أن نرجع إلى صورة صلاة المغرب والعشاء التي صلاها مسلم ابن عقيل صلوات الله وسلامه عليهما في مسجد الكوفة في أول أيام إقباله على الكوفة، بعد أن تم استقباله بشكل كبير جدا، بعد 18,000 كتاب، وبعد أن أدى صلاة المغرب كان الذين يصلون بأعداد غفيرة للغاية، قد يوصل بعض المؤرخين إلى 30,000 مصلي. لكن ما الذي جرى وجعل مسلما يبقى وحيدا بعد صلاة العشاء وهو في بيئة تحتضن الغريب أساسا؟
لا يمكن لها أن ترد غريبا، فضلا عن أن يكون له امتياز اجتماعي وعقائدي كبير كمسلم ابن عقيل وكسفير للحسين عليه السلام. لا شك ولا ريب، لا سيما أن الحسين قدم له دعم كبير، دعم معنوي، هو ثقتي وابن عمي هو سفيره، سفيره وله كل امتيازات الأصيل يفترض في الواقع الاجتماعي. لكن ما الذي حصل بحيث أن المجتمع تنكر لنفس مبادئه؟ استمر يكتب إلى آخر يتلكى لسبب أو لآخر، لكن أن يبقى غريبا أو أن يعني لا يسقى من ماء حتى يحرج هذا الإحراج الكبير الذي جعل الطوعة تقول له أنت غريب، ما لك تجلس في لا يجوز لك الوقوف بعد على أن سقيت الماء. أي ما يكون هذا الأمر هو الذي يجب أن يلاحظ ما الذي حصل. بطبيعة الحال كان عوامل متعددة، لكن العوامل المتعددة هذه أسهمت في إيجاد عقل جمعي أو ما نعبر عنه بعقلية القطيع، بحيث أن انسحاب أحد يؤدي إلى انسحاب مجموعة وانسحاب المجموعة تؤدي انسحاب الجميع. إلى انسحاب المجاميع، بحيث أن وقتا ضيقا أدى إلى أن هؤلاء الأعداد الغفيرة كلها تتبخر ولا يبقى معه أي أحد، رغم ما أشرت إليه بحالة الامتياز الاجتماعي أو العشائري الكبير الذي لديه. عوامل قسم منها اشتركت بها السلطة وهي العوامل الأساسية، أن جيشا قد أقبل وأن الوعيد الفلاني سيحصل. طبعا السلطة سبق لها أن اعتقلت وجوه شيعة أهل البيت واعتقلت أعداد غفيرة من الذين يمكن لهم أن ينقلبوا عليها. كان هجرت من هجرت طبعا المختار ابن أبي عبيدة وسليمان ابن صرد الخزاعي وأمثال هؤلاء الذين لعبوا لاحقا دورا في حراك لثارات الحسين الذي أداه المختار وأدته ثورة التوابين. لكن في المقابل أيضا هناك وعودا أعطيت من يتخلف يأخذ كذا. هنا لعبت المرأة دورا سيئا في نفس هذا المجال. كانت الأم تأتي إلى ابنها، الزوجة تذهب إلى زوجها، البنت تذهب إلى أبيها. ما لنا ولعبة السلاطين، ما لنا والسلاطين، هذه الأحداث وما إلى ذلك. عمليات التخذيل هي الأخرى أيضا لعبت دورها. عمليات الإشاعة المضخمة جدا لطبيعة الذي يجري، أن الحسين رجع، أن الحسين منع، لن يصل إلى الكوفة، كل هذه العوامل أسهمت بالنتيجة إلى أن لا يشعر المجتمع الكوفي بأنه يمكن له أن يتعامل مع قضية كبرى بهذا الحجم، لا سيما وأن كما أشرت أنهم يختزنون صورة الفظائع التي ارتكبها حكام بني أمية من قبل عليهم. تمام شيخ، عفوا، إذا كان العقل الجمعي هو طيعا أو أداة من أدوات الإشاعة أو الإعلام، هو لبى. العقل الجمعي هنا يمكن لنا أن نصنفه إلى أصناف، لكن القدر المتيقن أن بعضهم لم يكن مؤمنا ببني أمية، ولكنه أجبر لعوامل متعددة، قسم منها حالة التخويف، قسم منها حالة التردد، قسم منها حالة اليأس أن الحسين لن يصل، وأن المسالح انتشرت، كان جيش الحسين ابن نمير وأمثال هؤلاء، عمر بن الحجاج وأمثال هؤلاء المجرمين كانوا قد قطعوا الطرق. لذلك أسهمت كل هذه الأمور على إيجاد ما من شأنه أن يعني يمارس هذا المجتمع صور متعددة من الخذلان. طبعا الخذلان لم يكن هو الصورة التي نشأت بشكل يستوعب كل الواقع الاجتماعي، كان الكثير من هؤلاء يريدون أن يتجهوا إلى النصرة
ولكنهم منعوا بأسباب متعددة أيضا. يعني حتى مع وجود الإشاعات وما إلى ذلك، الإشاعات لم تعمل مع الجميع، بقي البعض متبصرا ولكنه لم يعي حقيقة أنه فوت عليه فرصة ما كان مفسوحا المجال له في أن يتجه إلى الحسين عليه السلام. هنا أروي قضية تتعلق برجل من البصرة، كان أبوه من شيوخ القبائل، وهو جاد في نصرة الحسين. حينما جاءهم كتاب الحسين بطلب الاستنصار، أعرب الشيخ وعشيرته بأنهم على استعداد للقتال، ولكن حينما رأوا إلى واقعهم وقالوا أننا غير مهيئين، يجب أن نعد ونستعد وأن يعني نهيئ أنفسنا إلى هذا الأمر، جاء ابن هذا الشيخ وقال، وكان عريس لثلاثة أيام مضت، قال رآه وقد لبس لأمة حربه ويعني العريس إلى أين؟ قال أريد أن أذهب إلى نصرة الحسين. قال نحن نذهب معا ولكن أصبر بينما يتهيأ القوم. قال هذه البصيرة والاستعداد المسبق. قال له إني أخشى أن تصل ناعية واعية الحسين ونحن لما نزل نحاول الاستعداد. لذلك ذهب رضوان الله تعالى عليه، يقول المؤرخون بأنه وصل عصر يوم العاشر، كانت المعركة على وشك الانتهاء، وقاتل خلف المعسكر، يعني قاتل خلف معسكر ابن زياد، يعني شهر سيفه مباشرة ونادى بنصرة الحسين عليه السلام. لذلك هؤلاء الذين بقوا وأرادوا أن يعني تسنح لهم فرصة أخرى، فوتوا على أنفسهم أن الفرص لا تسنح دائما، والتهيؤ يحتاج الإنسان إليه سلفا، لأن الأحداث حينما تأتي قد تأتي بظروف قمعية متعددة تمنعه من الوصول إلى الفعل الذي يريده. وهذا ما حصل. شيخ، يعني هنا نسحب إلى سؤال مهم جدا، أنه قد يتكرر هذا السيناريو معنا في زماننا إذا ظهر الإمام المهدي سلام الله عليه ونحن لم نكن بالاستعداد المناسب للإمام المهدي، أو أننا يعني لازلنا نتهيئ سوف في دائرة التسويف، راح أتهيئ، راح أحضر نفسي ورتب أموري للإمام المهدي، لعله قد يأتي الإمام والمهدي سلام الله عليه ونصنع به ما صنع بالحسين عليه السلام. أنا هنا يعني لدي سؤال، لماذا غاب الإمام؟ وإذا ما رجعت إلى نصوص أهل البيت سأجد قول الرسول الذي قاله للإمام علي عليه السلام هو نفسه القول الذي وجه إلى الإمام المنتظر، إن وجدت أعوانا. الإمام المنتظر هو آخر إمام وهو بقية الله، فلو أنه امتثل للواقع الاجتماعي وساير هذا الواقع بما هو، إما أن يستسلم للطغاة وبالنتيجة مقولة العدل الإلهي وإخراج الأرض من الظلم والجور كلها ستنتفي باعتبار أنه استسلم، وإما أن يقاتل بلا أعوان وبالنتيجة سيذهب إلى ماذا؟ سيذهب إلى فاجعة كربلاء جديدة، وهنا سيكون الاستحقاق الأخطر، هو أن الأمة سينزل بها عذاب الاستئصال، لأنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. أو أن يتجه إلى الغيبة، لكن هذه الغيبة، وهنا يجب أن ينتبه المعتقد بإمامة الإمام المنتظر، هذه الغيبة ما كانت لتحصل لولا أنه أراد إعطاء الفرصة لمن يريد أن يستعد أن يستعد، مثلما أن الأمير احتاج إلى الأنصار، مثلما أن الإمام الحسن احتاج إلى الأنصار، مثلما أن الإمام الحسين احتاج إلى الأنصار، ما الذي يجعل الإمام المهدي استثناء بحيث أنه لا يحتاج إلى الأنصار؟ الحديث عن أصحابه 313، حديث الإمام الصادق لعبد الله ابن سنان أو للفضيل ابن يسار احيوا أمرنا، لماذا يقول له احيوا أمرنا؟ لماذا هو لا يذهب إلى إحياء الأمر وتنتهي؟ لماذا تتحول على الأمة؟
السبب بسيط جدا، هي أن الحراكات الاجتماعية إلهية كانت أو غير إلهية ترتبط بعوامل موضوعية. الإمام لوحده كما النبي لوحده لا يقاتل، وإنما يحتاج إلى من يعينه على هذا الأمر من أجل أن يحقق المشروع العادل ومشروع الفرج الإلهي. لذلك في هذه الفترة من الغيبة مع الابتلاءات التي حصلت ومع كل التجارب التي حصلت، يمكن القول بأن نسب الاستعداد رفعت بشكل كبير جدا، ونسب الاستحقاقات هي الأخرى تعاظمت، ولكن من أجل إثارة رغبة الاستعداد عند شيعة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر يجب أن ينتبه إليه، بأن الإمام بأبي وأمي لو أنه قد غاب من أجل الوصول إلى المعينين وإلى الأعوان، إذن واجبنا أن نهيئ الإعانة والنصرة سلفا، سواء خرج اليوم أو غدا أو بعد 100 سنة. هذه الأمور لا علاقة لي بها، تكليف. هذا فرج الإمام هو مكلف به، لكن أنا فرجي أن أكون في واقع النصرة، بحيث أن الإمام لو خرج بعد دقيقة أنا جاهز لهذه النصرة. لا يمكن للسنن الإلهية أن تسمح بتكرار درس صفين، ولا يمكن أن تسمح بتكرار درس الكوفة، ولا يمكن أن تسمح بتكرار ما جرى مع في كربلاء. لا يمكن السماح بهذه الأمور. لذلك أعطيت الأمة فرصة من الزمن كبيرة من أجل إعداد الأنصار. للأسف وأقول بأن الواقع الاجتماعي الذي عاشه الشيعة لفترة من الفترات كان فيه من التناثر ومن البعثرة في الإمكانات ومن الإمكانات القليلة ومن الحرب الشعواء التي تشن عليهم، من الرفض الاجتماعي الذي كانوا يعانون من العنت السياسي الذي كانوا يعانون، أدى بهم إلى تحويل قضية الإمام المهدي إلى مجرد فكرة. لكن مع نجاح برامج أئمة الهدى في تحويل التناثر إلى مركزة، يعني حينما الآن أنت تقرأ في أحاديث بفضل زيارة الإمام الحسين في يوم عاشوراء، لماذا يدعو الإمام الصادق أو الإمام الباقر لشيعته بأن يذهبوا إلى زيارة الحسين يوم عاشوراء؟ لماذا يفعلون ذلك؟ يمكن للإنسان أن يزور من بعيد، لماذا هذا الحث؟ لأن هناك بعد آخر يقف خلف هذه الدعوات، ينتج مجتمعا شيعيا يتلاصق مع بعضه، يلتقي مع بعضه، وتتحول الأمور إلى حواضر اجتماعية تنتسب إلى الحسين عليه السلام. أهمية الآن أرجع إلى الروايات، أهمية المكوث عند شط الفرات، ما العلاقة يعني في قضية وعي الأمة؟ في ظاهرها لا توجد، لكن في باطنها هنا دعوة لتغيير ديموغرافي على شط الفرات من أجل أن يأتي شيعة الحسين لكي يستقروا في هذه المناطق. من أجل أن يستقروا سيحولون أنفسهم إلى حاضرة اجتماعية، هذه الحاضرة الاجتماعية سينمو بها الفكر، سينمو بها العلم، سينمو معها الاقتدار، سينمو معها التأهيل، سينمو معها الاستعداد. كل هذه الأمور، كل هذه الأمور ستأتي طواعية. لكن مرة نحن نترك الأمور إلى الصدف، ومرة أخرى علينا أن نسير باتجاه العمل القاصد لإيجاد عملية التأهيل والوعي. الآن أضرب مثالا، لو أننا تركنا لداعش، أنا أخدمك، لو أننا تركنا أمر داعش لظروف الزمن، ما الذي سيحصل؟ سيأخذون منا كل الفرص، ولكن حينما ذهبنا لقتال داعش ما الذي جرى في واقع الاجتماع؟ حولنا التهديد إلى فرصة. ليس هذا فحسب، رفعنا مستوى التأهيل والاستعداد إلى الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، والاستعداد إلى درجة عالية جدا، بحيث أصبح لدينا جيش عقائدي. هو نفس الأمر الذي جرى في لبنان مع حزب الله، هو نفس الأمر الذي جرى في إيران مع الحرس الثوري، هو نفس الأمر الذي جرى مع
مجاميع كثيرة سلطت على هذه المجتمعات، بلاءات أدى بها إلى أن تتجه إلى المقاومة وإلى الممانعة. لو أن سماحة السيد المرجع الأعلى دام ظله الشريف لم يفتي بهذه الفتية لبقي الركام على ما هو عليه، لكن حينما تربت الأمة في مدرسة الشعائر وأصبح عشق الحسين عندها عشق يتناغم مع طبيعة التضحية التي حصلت، عند ذلك حينما جاءت الفتوى رأينا طبيعة الاستجابة، وهي في نفس الوقت أعلنت أن نسب الاستعدادات أصبحت عالية جدا للإمام المنتظر. الإمام بأبي وأمي يقرأ هذه الأمور بشكل دقيق جدا، لذلك نقول أن هذا النجاح هو تعجيل لفرج آل محمد من جهة، وهو تأهيل للأمة وتمهيد من الأمة لظهور الإمام، لأنه لو قد ظهر قطعا سيحتاج إلى من يعمل على تطبيق هذا البرنامج وتجسيده، وهذا البرنامج حينما يكون بحجم أن يخرج الأرض من الظلم والجور يحتاج إلى سواعد ويحتاج إلى إرادات ويحتاج إلى تقنيات ترقى إلى مستوى المعركة مع كل قوى الظلم والجور. ومن هنا تأتي ضرورة إحياء القضية الحسينية عبر الأزمان. سماحة الشيخ، أنا كان بودي أن أبحث هذا الموضوع، لكن طيب الكلام وطيب المقام وطيب المتكلم عنه سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام سحب منا الدقائق حيث لا نعلم، لعلنا نوفق في جلسة أخرى للحديث عن ضرورة وأهمية إقامة شعائر أهل البيت سلام الله عليهم، أحياء تراث سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. شكرا لك سماحة الشيخ لجودك ووجودك، أجدت وأفدت، متعنا الله بطول بقائكم إن شاء الله. أحبتي المشاهدين، نختم ها هنا الكلام مع فضيلة الشيخ، وإلى لقاء آخر إلى ذاك الحين في أمان الله وحفظه، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين.